شكرا لكم ازدهار ومحمد، واهلا بكم مشاهدينا الى هذه النافذه من العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا، ونحن في مقر انعقاد القمه بمقر الاتحاد الافريقي. إذن مشاهدينا، كما ذكرت ازدهار ومحمد، بدأ توافد رؤساء والقادة الأفارقة لحضور هذه القمة والتي سيلتئم شملهم غدا وبعد غد على طاولة النقاش والحوار أمام قضايا عديدة تواجه القادة الأفارقة، منها ملفات تتعلق بالأمن والسلم في القارة. أيضا كان هناك عنوان أساسي لهذه القمة وهو الأمن الغذائي، جائحة كورونا على قائمة الملفات المهمة، وأيضا الانقلابات التي عادت إلى الساحة في القارة الإفريقية. نتابع أجندة هذه القمة وأيضا أبرز ما تم حتى الآن من اجتماعات ومؤتمرات. حسن الرزاق من إحدى صالات المقر يحدثنا، أهلا بك حسن، تحدثنا عن المؤتمر. أعتقد مفوض الصحة في الاتحاد الإفريقي تحدثت اليوم ضمن مؤتمر صحفي، ما الذي تابعته حتى الآن؟ بالفعل عبد السلام، ما زالت الاستعدادات النهائية لانطلاق القمة تتوالى، مؤتمرات صحفية، لقاءات جانبية. المؤتمرات الصحفية كان هناك مؤتمر مهم لمفوضية الصحة والشؤون الاجتماعية، والتي تحدثت عن ثلاثة نقاط مهمة. الأولى وهي وكالة الأدوية الإفريقية، والتي أشارت أن 28 دولة وقعت على هذه الوكالة باعتبار أنها دخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي، ومن المتوقع أن تأسيس الهيكل الإداري لهذه الوكالة وأيضا اختيار دولة مقر لها. طبعا عبد السلام، هذه الوكالة من الأهمية بمكان، حيث أنها سوف تمهد لتصنيع لقاحات كورونا في أفريقيا، سيما أن هناك أزمة كبيرة، هناك عدم عدالة في توزيع اللقاحات في كورونا، وأيضا هناك كلفة كبيرة في استيراد من الخارج. فكان الحل الأول هو تصنيع هذه اللقاحات في أفريقيا، وكان لابد أن يكون هناك كيان طبي يؤسس ويشرع لهذا التصنيع. الموضوع الثاني والذي تحدث عنه هو موضوع هذا العام، التغذية والمرونة وتأسيس المال البشري. شعار هذه القمة هذا العام هو يتناول التغذية. هناك حالات جفاف، هناك حالات فشل في المواسم الزراعية، وبالتالي هناك أزمة في التغذية في عموم أفريقيا. هذا العام سوف يكون شعار هذه القمة هو التغذية، وبالتالي سوف يتم حشد كافة الموارد وكافة الطاقات لتأسيس هذه الأمة. طبعا هذا في غطار المؤتمر الصحفي. أيضا سيكون هناك اليوم مؤتمر صحفي لمفوض السلم والأمن الأفريقي، والذي سوف يتحدث عن حالة الصراع والأزمات والأزمة التحديات ومستقبل، ويستشرف هذه الأمور التي سوف قطعا سوف تكون عند طاولة النقاش لدى رؤساء الدول الأفريقية يوم غد وبعد غد. هذه حتى هذه اللحظة المؤتمرات الصحفية والحراك القائم في ردهات مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة أديس أبابا. عبد السلام، نعم، وسنبقى بطبيعة الحال في متابعة كل الأجندات والمؤتمرات في سياق تغطيتنا المستمرة لهذه القمة. شكرا لك حسن رزاق. إذن القارة تشهد نزاعات سياسية، تشهد أيضا نزاعات قبلية، وأيضا موضوع الانقلابات. كل هذه الأمور تعرقل مشوار التنمية الذي أخذت هذه القمة تناقش إمكانية تنفيذ عدد كبير من القضايا تتعلق بالتنمية. في التقرير التالي نحاول أن نسلط الضوء على هذه التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية فيما يتعلق بالتنمية. مؤسسة جامعة، صلاحية واسعة، وتكامل بين دول القارة الإفريقية، كان هذا حلم القادة الأفارقة عندما قرروا تحويل منظمة الوحدة الإفريقية إلى اتحاد سنة 2002، تحول فرضته مجموعة من التفاعلات المحلية والدولية وطموحات غذتها تجارب ناجحة كالاتحاد الأوروبي. إفريقيا المحكومة بواقع النزاعات والأزمات الاقتصادية لم تكن أرضية سهلة لتحقيق ما نصت عليه مبادئ الاتحاد الإفريقي الموقعة من قبل 55 دولة منضوية تحت رايته.
10 نزاعات كبرى شهدتها القارة السمراء خلال العقدين الأخيرين كانت كلفتها باهظة على الدول والشعوب، وإلى اليوم لا يهدأ صوت السلاح في كثير من بلدان القارة تحت مسميات ومظاهر عديدة. حروب ونزاعات وانقلابات عسكرية ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة. يتعرض السلام والأمن لتهديد خطير في العديد من مناطقنا، تهديدات وانتكاسات ذات أوجه متعددة وصراعات داخل الدول وتوسع للإرهاب مع الرغبة القوية في زعزعة الاستقرار على نطاق واسع. يتألف الهيكل التنظيمي للاتحاد الإفريقي من 11 مؤسسة، أهمها مؤتمر الاتحاد لما له من صلاحيات وسلطة إزاء الدول الأعضاء تتجاوز حدود سيادتها الوطنية. منطقة التجارة الحرة لإفريقيا، جواز السفر الإفريقي، سد إنجا الكبير وغيرها، مشاريع أقرها الاتحاد الإفريقي، لكن أغلبها توقف في منتصف الطريق أو بدايته، وهو ما عطل قطار التنمية في القارة. التكامل بين الدول الإفريقية يعتبر ضعيفاً، ليس هناك تكامل اقتصادي قوي، ليس هذا فحسب، فحتى على صعيد دولي لم نستطع أن نعبر عن آراء تهم قضايانا، وهذا بسبب أننا غير متحدين. القمة 35 للاتحاد الإفريقي ستكون الأولى من نوعها التي تعقد حضورياً منذ أزمة كورونا، أزمة كانت تداعياتها ثقيلة على إفريقيا، ما جعلها من ضمن الملفات والمواضيع المهمة التي سيناقشها القادة الأفارقة. 20 عاماً من مسيرة الاتحاد الإفريقي تعاضمت خلالها قضايا القارة السمراء وازداد حجم التحديات فيها. وقف النزاعات وحلم الوحدة الاقتصادية والاستقرار السياسي، أحلام يتأرجح تحقيقها بين الأمل والوهم. ميساء الفطناسي، الجزيرة، من مقر الاتحاد الإفريقي، أديس أبابا. إذن كما ذكرت ميساء الفطناسي في هذا التقرير، هناك آمال كبيرة تنعقد على الاتحاد الإفريقي، هناك خيبات أمل وهناك أمل وتوقعات للمستقبل. حول هذه النقاط نتحدث مع المختص في الشؤون الإفريقية سيد موسى شيخو، ينضم إلينا هنا في مقر الاتحاد الإفريقي. أهلا بك معنا، استمعنا إلى هذا التقرير. تحديات كبيرة على مدى 20 عاما منذ إعلان الاتحاد الإفريقي، برأيك ما أبرز ما أغفله الاتحاد الإفريقي ولم ينجح فيه حتى الآن؟ نعم، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين، ومرحبا بطاقم قناة الجزيرة في أديس أبابا. طبعا الاتحاد الإفريقي منذ أن تحول من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، أكبر الإنجازات هو الإصلاح المؤسسي في داخل الاتحاد، وإضافة أقسام إدارية مهمة جدا. فهذا الإصلاح المؤسسي لم يمر عليه عامان أو أكثر، كان في طور التطوير، والآن منذ 2017 و18 إلى يومنا هذا يتم إصلاح التنظيم المؤسسي داخل الاتحاد الإفريقي، وهذا أنا أعتبره أكبر الإنجازات، لأن الفترة الماضية حينما كان الاتحاد الإفريقي لم يتحول إلى هذا الاسم، كانت العقبات الرئيسية هي الأقسام الإدارية وكيفية أداء العمل في داخل الاتحاد الإفريقي. هذا هو أكبر الإنجازات. والإنجازات الأخرى هو إضافة قسم مجلس الأمن والسلم الإفريقي. هذا المجلس، هذا القسم، رغم أن هناك إخفاقات كثيرة، إلا أنه نجح في تثبيت وجوده كجهة تتمثل في الاتحاد الإفريقي وجهة تمثل إفريقيا، مثل يعني الإشراف على نشر قوات تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال. إذا كان هذا في إفريقيا. نعم، عن الإنجازات تحدثنا، لكن قبل عامين في 2020 كنت أنا هنا، وكان عنوان القمة حينها قمة إسكات الأسلحة، إسكات البنادق. ومع ذلك العام الماضي كانت افتراضية، لم تعقد، نحن الآن مرة أخرى في المقر. السؤال،
تقريبا 4 انقلابات عسكرية في القارة الإفريقية. رغم تلك القمة، هنا الحديث عن الإخفاقات بالنسبة للاتحاد الإفريقي. نعم، الإخفاقات موجودة. هذه مهما يعني غضينا النظر عنها، هذه طبيعة إفريقيا. لكن هو المشكلة الرئيسية هي تتمثل كما هي أجندات الاتحاد الإفريقي في كل الأعوام، هو أجندات الأمن والسلم. فهذه الأجندة، رغم أن الإفريقيين دائما لهم رغبة قوية في التخلص من مشاكل الأمن، إلا أن هناك صراع النفوذ الأجنبي على القارة. فكلما حدثت انقلابات أو اضطرابات أمنية، سمعنا أن وراءها جهة ما دولية أو غير ذلك. لكن هذه التحديات هي دروس لكل الأفارقة. على الأقل الاتحاد الإفريقي قدر أن يقول للدول التي تحدث فيها الانقلابات، تحدث فيها المشاكل الأمنية، أن يصدر بيانا وأن يحجبها أو ينزعها من العضوية. وهذا ما سنتابعه بطبيعة الحال يوم غد وبعد غد، بعد انعقاد وهذه الاجتماعات المرتقبة للقادة الأفارقة. موسى شيخو المختص في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة من مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. عودة لبقية مواضيع هذا اليوم مع ازدهار ومحمد.